باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هيكون عن الإنسان المسيحي والمال. في إنجيل معلمنا مرقس أصحاح 10 اتقابل الشاب الغني مع ربنا يسوع المسيح وطلب منه، قال له: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وكانت إجابة ربنا ليه أنه قال له: احفظ الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، اكرم أباك وأمك. فقال له: هذه يا معلم حفظتها كلها منذ صباي. فقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب وبيع كل مالك أعطيه للفقراء، يكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. فيقول الكتاب: فاختم الشاب على القول ومضى حزينا لأنه كان ذو أموال كثيرة. وهنا هنلاقي مع غنى هذا الشاب وأمواله الكثيرة، لكنه كان يشعر باحتياجه للشبع وبيدور عليه. فسأل المسيح: أعمل إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ مع غناه كان موجودا في الطريق كمن هو محتاج يطلب شبعا ولا يجد. وكانت إجابة ربنا ليه أنه لازم يتخلى عن أمواله عشان يستطيع أن يتبع المسيح ويرث الحياة الأبدية. والسؤال هنا: لازم يا رب عشان أمشي وراك أتخلى عن حاجة اللي بحبها، أترك المال والغنى؟ وليه يا رب يكون ان هو طريق السماء دايما في وصية تبدو انها صعبة او تقيلة علي؟ ليه يا رب تطلب انه يسيب امواله؟ ربنا طلب منه يسيب امواله لان الثروة عموما والمال بيشجع الانسان على انه يتمسك بالعالم. كل ما يمتلك الانسان في العالم اكتر، كل ما يكون ارتباطه بالعالم وحبه ليه اكبر. والعكس صحيح، كل ما تقل ممتلكات الإنسان في العالم كل ما ارتباطه بالعالم يكون أقل. التمسك بالعالم بيخلي الواحد فينا يفكر في كل شيء بلغة المال وما يشعرش بالقيمة الحقيقية، ويتخيل أن أحيانا حاجات كتير ممكن يشتريها بالمال وينسى أن في حاجات أجمل من المال لا تشترى. كمان من الأسهل أن الإنسان فينا يجتاز تجربة الفقر عن تجربة الغنى، لأن الغنى أصعب من الفقر. زي ما الأباء اتكلموا عن أن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة، هكذا احتمال الغنى أصعب من احتمال الفقر. كمان في الغنى في مسؤولية كبيرة، المال جه منين وبيتصرف إزاي؟ في الفقر بنعفى من هذه المسؤولية. يعني كمان ربنا يسوع بيكشف عن ملامح الطريق اللي هنمشي وراه فيه، فيقول ازاي ان الطريق اللي هنتبع فيه المسيح لازم يكون فيه الصليب. حتى لو كانت تبدو الوصية للناس اللي بعيد عن المسيح انها وصية صعبة، ولكن الحقيقي ان ربنا يسوع هو اللي بيعطي المعونة على اتمام وصاياه باستمرار. الغنى في ذاته مش شر، ولكنه تقل على النفس المتعلقة به، زي بالظبط كأن واحد مربوط في رجليه شوال كبير تقيل مليان حاجات بتشده لورا. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول: حسنا ان المسيح قال له يكون لك كنز في السماء، وما قالوش تكون لك حياة أبدية. هو السؤال اعمل ايه عشان اخد الحياة الأبدية، بس ربنا قال له لو بعت مالك هيكون لك كنز في السماء، عشان يوضح لي ان بقدر ما انت هتتخلى عن امور في الارض هتاخد قدامها في السماء كنز اخر، ولكن هذا الكنز لا يصيبه الحرامي، مش هيقدر يدخله، ولا السوس ولا الدود يقدر يبوظه. يوحنا سابا بيقول: الذين ذاقوا عظمة حلاوته وصاروا مبغضين كل نعيم. معناها ان الواحد فينا علشان يقدر يتخلى عن الغنى لازم انه يشبع بربنا، والشبع بربنا يخلي الانسان يحتقر المال والغنى. في سفر الامثال يقول: لا تتعب لكي تصير غنيا. في سفر المزامير يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين. قديس يعقوب الرسول يقول: اسمعوا يا اخوتي الاحباء، اما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به للذين يحبونه. إذن أصبح الغنى فهو في الإيمان بربنا يسوع والشبع به، وليس في كتر المال. لربنا المجد دائما أبديا، آمين.